السلام عليكم. هذه هي اللوحة الفنية اللي ارتدى فناني او بعض فناني شيشاوا الرسم ديالها بالمدخل ديال شيشاوا بالقاعة المغطاة الكائنة بالمركز التجاري. فتحية لهم، تراث ديال الفن طوريده كما قلنا، احياء تراث فن طوريده بشيشاوا. فهاد الصوره الكبيره اللي غتكون في شيشاوا تحت اشراف المجلس الجماعي لشيشاوا، منتدى شيشاوا للثقافه والفنون، المركز المغربي لحقوق الانسان، جمعيه رفاقه الخير لفن الطوريدة، وكذا بعض المساهمين، شركة العمران، شركة سيمار، وما ننسوش السيد العامل اللي خدا المبادرة واللي كيشرف على هاد الصورة الفنية أو لا إنجازها أو لا العمل. فتحية لهم هذا المنبر هذا، وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع، وندعو الله تيسير فكاع اللي كيجري في العمل الصالح، فما ندعو ليه الا بالتوفيق. تحيه للجميع. هذه هي الصوره ديال فن طوريده، هما كيف كتشوفوا انا خدامين، هذه هي القاعة المغطاة. تحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.